طحينة خام، بحط لها شوية طحينة كده اهو، هخففها بالمية، مية عادية جدا اهي، مش سخنة، مية باردة. والمقادير قدامكم على الشاشة، هي مكتوبة كلها. بسم الله، نقلب لحد ما ناخد السمك المناسب لينا اهو، على اقل اقل من مهلنا. طبعا العفه لو عندك كبه حطيها كلها في الكبه مع ميه متلجه، تديكي نتيجه حلوه حلوه حلوه، طلعت حدك بقت بيضه كده. تمام، ده نقطه خل عشان تفتحها معانا، شويه ليمون وتوم، نحطوا حته توم هنا في لسان عصفور. مره واحده اسمها فرح كانت بتقعد يقول لها ايه، انا سمعتك على فكره. يا خطوبه ومش قرايه فاتحه يعني. عاملنك يا عبد السلام انت. حط شويه كمون ورش الزيت وملح ممكن بقى نديها رشة بقدونس كده حلوة صغنونة جواها، وانا رشة فوق البتاع دي مش هنزعلك. ده السمك اللي بيكون مع الكبده، طبعا ممكن تعملوها اتقل من كده بتبقى مع المشويات، بس احنا هنكتفي بيها. السمك ده حلو قوي حلو قوي كده، محلات الكبده بتبقى السمك ده، ممكن تتقلوها اكتر، مش هتقلوها، تتقلوها ايه، تضربوها في الكبه كويس قوي مع ميه متلجه مش ميه سخنه. الكبده اللي الطحينه اللي بتحط لها ميه سخنه عشان ترمي معاك كتير قوي قوي قوي، دي بتاعت عربيات الكبده الاسكندراني عشان تدي معاهم كتير، وفعلا بتدي معاهم كتير قوي. بسم الله، بس كده حلو قوي كده. الطحينه كمان خلصت معانا.